بسم الله الرحمن الرحيم. تفعيلا لدور الأندية التربوية في إنجاح البرنامج الاستعجالي وجميعا من أجل مدرسة النجاح، ثم تفعيلا للمذكرة الوزارية رقم 16 ذات الموضوع الميثاق الوطني للتنمية والتربية المستدامة، ينظم نادي نونجا للتنشيط الثقافي معرضا أمازيغيا تحت شعار الأمازيغية هوية ومواطنة. شكرا لنادور سيتي، وشكرا للتلاميذ الذين أبانوا عن قدراتهم وعن كفاءتهم، وشكرا للأطور التربوية وأساتذة الثانوية التأهيلية لابن سينا. شكرا للجميع.